تجيف واحد السياق خاص هذه الجائزه هذه السنه قبل الكوب 28 اللي غتكون في دبي. فهذه طبعا واحد المناسبه باش نعاودوا نذكروا بالتكريس ديال التنميه المستدامه، قضايا البيئه في السياسات العموميه المغربيه، والدور الريادي اللي تلعبوا القطاع العام والقطاع الخاص وحتى المجتمع المدني في المغرب فيما يخص هذه القضايا ديال التنميه المستدامه والبيئه. وطبعا النقطه الثانيه هو انه هذه الجائزه كتجي في واحد السياق خاص ايضا، لانه تيكرس الجهود ديال المملكه، خصوصا ان المغرب كما تعرفوا كيتراس الدوره السادسه من الجمعيه ديال الامم المتحده للبيئه. فلذلك هذه كتجي في واحد السياق جد مهم. ان شاء الله غادي نعطيو الانطلاقه للعمل ديال هاد الرئاسه في كينيا في اواخر فبراير. فطبعا حنا مسرورين انه غادي يكون واحد المجموعه ديال الجوائز اللي غيتعطاو لمجموعه ديال الهبطه كريم في هاد الميادين ديال البيئه. وهذا العام طبعا النقطه الاخيره اللي بغيت نشير لها هو كان عندنا اكبر عدد من المشاركين في هذه الجائزة في تاريخ هذه الجائزة 25 سنة. بعد 25 سنة باش تأسست هذه الجائزة، هذا الحفل اللي كيمر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله عنده دلالات كثيرة. أولا الدلالة الأولى هو انخراط المغرب انخراط شامل في التنمية المستدامة. ثانيا نحن أيضا نحتفل أو ننظم يعني نحضر لمشاركة المغرب ومشاركة فعالة إن شاء الله في الكوب 28 اللي غادي تبدا ان شاء الله في الايام المقبله.